السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. يا رب. النهاردة اول يوم للناس اللي في ثانوية عامة، يا رب كده ينجحهم ويوفقهم ان شاء الله ويحفظهم، اهم حاجة يحفظهم من وباء كورونا ويبعد عنهم كل شر يا رب. الصور اللي انتوا شفتوها دلوقتي ده اول يوم لامتحانات الثانوية العامة، ده المنظر اللي المفروض ان وزارة التربية والتعليم قالت ان هو مش هيكون موجود. ده المنظر المفروض ان وزارة التربية والتعليم قالت ان هي اخدت كل الاحتياطات الاحترازية وهتحافظ على ولادنا. طيب اللي احنا شفناه ده ايه؟ يعني انا مش فاهمة بجد، يعني انتوا مش عارفين تسيطروا على الموقف، مش عارفين تأمنوا الولاد، يبقى كنتوا اجلتوا الامتحانات. يعني الناس البلاد كلها اللي فيها كورونا مأجلين امتحاناتهم، يعني انا مش فاهمه هي لو كانت اتاجلت ايه اللي هيحصل، لكن حرام الولاد بالمنظر ده يبقوا عرضه وحياتهم معرضه للخطر. الدنيا مش هتقف لو امتحانات الثانويه العامه كانت اتاجلت شويه، كانت يعني كنتوا تصرفتوا باي طريقه، لكن كده اللي احنا فيه ده حرام بجد. يعني في طالب النهارده من ثانويه ازهريه في اللجنه سخن ونقلوه، جات الاسعاف خدته اشتباه كورونا. طيب كام واحد هيتعرض للموقف ده؟ بجد انا مش فاهمه هي الوزاره بتعاند مع مين؟ حياه ولادنا مش لعبه، حرام عليكم، كفايه استهتار بالناس، كفايه راعوا ربنا شويه. الدنيا مش هتقف لو الدراسه وقفت، الدنيا مش هتقف. يعني اتمنى كده ان الوزير يراجع نفسه ويشوف حل للمهزله اللي حصلت النهارده دي. يا حضرتك تامن الولاد كويس، يتوقف الامتحانات لغايه ما تلاقي لها حل، لكن احنا ولادنا احنا مش لاقيينهم في الشارع عشان حضرتك مش عارف تأمنهم. ويا رب كده يحفظ ولادنا جميعا ان شاء الله، وينجحهم ويوفقهم ويبعد عنهم كل شر. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.